اخوان الاعزاء السلام عليكم، حياكم الله معانا من جديد. واحنا لازلنا في معرض دبي للسيارات، نستعرض سيارات جديده اللي جايه من شركه شيفروليت. اليوم شركه شيفروليت اعلنت عن سياره الزد ار 1. معنا اليوم الاستاذ محمد حمزه، راح يكلمنا عن كورفت الجديده، هو مدير المنتج لكورفت في الشرق الاوسط. كيف حالك استاذ محمد؟ طيب الله يعطيك العافيه. ممكن تكلمنا عن السياره وايش المميز فيها؟ السياره باختصار هي نسميها عوده الملك. معنا سيارة كورفت زي ار 1. اوكي. الزي ار 1 باختصار هي اقوى كورفت على الاطلاق. جميل جدا. قوة حصان 755 حصان، محرك بنسميه LT5 سوبر تشارج. جميل. 6.2 لتر انجن. جميل جدا. عزم المحرك بيكون 969 نيوتن متر. جميل جدا. محرك قوي جدا. سرعة السيارة الزد ار 1 بتكون اعلى من 210 ميل ساعة. في الساعة. السيارة طبعا زي ما انت شايف بيكون مليانة بالكربون فايبر. اكتر شيء مميز فيها الكربون فايبر على الغطاء المحرك باللترز. الزد ار 1 مميزة جدا خصوصا باللون البرتقالي فيها. استخدام الكربون فايبر كثيف جدا في السيارة، تخفيف الوزن لتخفيف الوزن وفي نفس الوقت اضافة شكل جمالي على السيارة. طيب جميل جدا. قلت لنا قبل شوي ان محرك السيارة 755 حصان 6.2 لتر. ايش مبدل السرعات الموجود فيها؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك الكورفيت الزد ار 1 فيها محرك 6.2 لتر سوبر تشارج. حلو. بتتوافر فيها نوعين من مبدل السرعات، الاول يدوي من 7 سرعات. اوكي. والمبدل السرعه الثاني اختياري وهو اوتوماتيك من 8 سرعات. تمام. متى نتوقع السياره تكون موجوده في الاسواق؟ متوقع بيكون من الربع الثالث من السنة من 2018. السيارة راح تنزل كموديل 2019 صحيح؟ بالضبط. طيب ممتاز جدا، ان شاء الله نتمنى تكون موجودة عندنا في الاسواق وتكون بيعتها جديدة ممتازة في السوق ان شاء الله. شكرا لكم محمد، يعطيك العافية. شكرا لك. الاسطورة الجديدة القادمة من شركة شيفروليت اللي هي زد ار 1 كورفيت. السيارة الشركة حطت فيه مجهود كبير جدا لاعطاها اداء رياضي متميز وكذلك قوة جبارة لتنافس في اسواق السوبر كارز. السيارة مليئة زي ما تشوفون معاي، الواجهة الأمامية حقتها مميزة جدا مثل بقية سيارات الكورفت، إضاءة LED عندنا في الأسفل، مشتت هواء من الكربون فايبر بشكل بارز جدا. اسم أو علامة زد ار 1 واضحة بشكل بارز جدا في الكبوت الأمامي. زي ما تشوفون معاي الكبوت مرتفع نوعا ما من الأمام بسبب السوبر شارج الكبير اللي الشركة قامت بتركيبه فيها لإعطاها ميزة من الأداء المتميز وكذلك نظام التبريد الموجود فيها. جنوط حقت السيارة جايب مقاس كبير جدا وعليها إطارات حاليا موجودة اللي هي السلك تايرز او الاطارات الناعمه المخصصه للحلبات للاداء الرياضي. الكربون فايبر هذا موجود عندنا في جانب السياره بشكل بارز جدا في مشتت الهواء وكذلك المبردات الموجوده في جنب السياره وايضا في الاسفل. السقف ايضا حق السياره طبعا هو سقف متحرك بامكان ازالته وتركيبه بكل سهوله، ايضا مركب من الكربون فايبر. ايضا من الاشياء المميزه عندنا في الخلف هنا اللي هو فتحات التبريد الموجوده في السياره الكربون فايبر ايضا هي لتبريد الاطارات، ايضا فتحات تبريد البريك اللي هي نوعيه بريمبو لاعطاء السياره مزيد من البروده اثناء القياده في السرعه بالحلبات او الاداء الرياضي اثناء القياده السريعه. ايضا من الاشياء المميزه وجود الكربون فايبر بشكل بارز جدا في الجناح الخلفي المخصص للسياره قابل للتعديل. الجناح الخلفي الشركه خصصته تصميم جدا مميز وبارز جدا للسياره هذه. الجناح الخلفي قابل للتعديل بالامكان بكل سهوله تعديله للقياده داخل الطرق او المدن وايضا تعديله في الحلبات لاعطاء السياره مزيد من السرعه اثناء القياده ومزيد من الثبات الداون فورس الثبات في الطور. سالنا الشركه عن نوعيه قامه الهواء الموجوده فيها، حتى الان ما اعطونا ارقام موجوده وكذلك سالناهم عن السعر ما اعطونا ارقام حتى الان. من ابرز الاشياء المميزه في السي ار 1 اللي هي المحرك تبعها. المحرك حق السياره بسعه 6.2 لتر ما عليه سوبر تشارج قوي جدا يولد قوه 755 حصان وعزم تدوير اكثر من 950 نيوتن متر. السياره بالقوه هذه بالاداء هذا توصل الى سرعه 210 ميل في الساعه اي حوالي 337 كيلو متر في الساعه. السياره مربوطه ببدل سرعات من 8 نسب اماميه اوتوماتيك او غير عادي من 7 نسب اماميه. السياره حتى الان طبعا لم تدخل خط الانتاج لا زالت تحت التطوير، ان شاء الله راح تنزل كموديل 2019 مع النصف الثاني من العام القادم ان شاء الله. تمام اخوان الاعزاء، اتمنى مشاهده هذه السريعه عجبتكم، تابعونا على قناتنا كارز اند مور سيارات واكثر. معكم اخوكم صالح الحجري، تحياتي لكم.